الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا هذه الصحيفة التي بيد الملك، انتبه، وهي الكتابة الحولية والكتابة العمرية والكتابة اليومية، كلها عبارة عن صحف في أيدي الملائكة. أما اللوح المحفوظ وهو الكتابة العامة فلا تطوله يد الملك أبدا. هذه الصحف التي في أيدي الملائكة هي الصحف التي يدخلها الزيادة والنقصان والمحو والإثبات بأمر الله. وعلى ذلك قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذي لا يدخله المحو ولا الإثبات، إذن يمحو ويثبت في أي صحف؟ في الصحف التي بأيدي الملائكة. فإذا قيل لك كيف نجمع بين الكتابة الأدلة التي تدل على عدم تغيير كتابة القدر وبين الأدلة التي تدل على زيادة العمر بصلة الأرحام أو المحو والإثبات، فقل: التبديل والتغيير والزيادة والنقصان بأمر الله لا يكون في اللوح المحفوظ، لا، وإنما يكون في صحف الملائكة. ولذلك قسم العلماء التقدير إلى قسمين: إلى القدر المبرم المطلق وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، القسم الثاني القدر المعلق المقيد وهي الصحف التي في أيدي الملائكة في الكتابة الحولية أو العمرية أو اليومية. فلا يدخل التبديل والتغيير في القدر في التقدير المبرم المطلق، ولكن يدخل التبديل والتغيير في القدر المعلق المقيد. فسواء قلت هذا أو هذا كله صحيح. أما اللوح المحفوظ خلاص انتهينا منه، انتهى الله عز وجل من اللوح المحفوظ.